لك لك ماكو شيء ماكو شيء تعال تعال ماكو شيء ماكو شيء لك ماكو شيء ما ماكو شيء ماكو شيء والله اشوف اشوف بس اشوف اشوف خدش خدش بسيط خدش خدش بسيط ولك خدش خدش دكتور دكتور تعال 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 دكتور شو دكتور لا تخاف حبيبي لا تخاف لا تخاف ماكو شيء ماكو شيء مالي شو ضغط ضغط مالي شنو ولا قوم يا دكتور مش شوف الخدش هذا خدش بسيط 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 شوف خدش بسيط يا اخي شلون شو مسوي بيه خدش تعقيم شغلات الامور هاي كل شيء تمام ولك يا تعقيم رتب لي رتب لي ولك يا تعقيم هذا هذا شويه وين رات لتشريح يا تشريح دكتور هو خدش شنو ايش بيه هو خدش ولك سويت بالرجال ما بيش بس لو اعرف شلون دخلت الفرشة ما بيش يا فرشة دكتور هو مو صوتي هو مو صوتي هو الفرشة غيرك سباير غير منتهي الصلاحية اي وهاي فوقاته منتهي الصلاحية يعني انا منين ماخذها مثلا تخيل منين من طارق صابونة يا ولك طارق صابونة ولك معفن كل هذه البلاوي طلع من الفساد هذا مالتك هم حجت يعني طارق صار الشماعة مال محله شكو بلوت علقوها عليه يعني إذا الفرجة فرجتك والمحال إلك والمشتري نعيم يعني منو راح يكون الشماعة يعني وإذا منتهي الصلاحية أدري زي الفرجة جخل يا بعينه غرقوا لنا بالموضوع يعني إيش تقصد بالإن يعني قصدك أكو مندسين بالمحلة طبعا أكو مندسين بالمحلة يحاولون يعزلون من المحلة ولك مندس ولك يا منتهي الصلاحية الرجال راح يموت راح نقرا عليه الفاتحه يا فاتحه بس شوف لنا صرفه يا معود بس شوف لنا صرفه اليوم وباكر نقرا عليه الفاتحه بس مشيها اليوم ولك يا صرفه يراد لعمليه استخراج الفرشات من عينه يعني عمليه كبرى كبرى طبعا العمليه الكبرى يراد لها دفعات كبرى ولك بطهرتي والله اذا تجيب طار فلوس نخليك بمكانها ولكم ولكم مو بس هاي المشكلة لا شنو المشكلة المشكلة أكبر بهواية إيش قد لا أكبر هلقد ولكم لا أكبر هلقد ولكم على مود أسوي العملية أحتاج للمخدر إيه والمخدر ما عندي ومو بس هاي المشكلة يعني لكم العاد عبالكم العاد حتى لو عندي مخدر اي ما اعرف اخدره صفات خلاص تعالوا شباب تعالوا اقرأ على الفاتحة تعالوا اقرأ على الفاتحة يا راحت عليك يا لبلبجي اخذكم النظرة الأخيرة النظرة الأخيرة منه عبد عيني عليك راحت ايامك